السلام عليكم. إن شاء الله هنشرح يعني شرح بسيط لمادة الجراحة 2 للنصفي. هتكون يعني الأشياء بشكل يعني مختصر جدا، الأشياء المهمة جدا جدا جدا. في الشرط الأول هنا بيحكي عن الهارت. الهارت بشكل عام تكوين القلب كيف شكله، هذا كله في الجراحة. الشرط الأول كله في تشريح واحد، أخذ تشريح اثنين أخذناه، يعني مش كتير مطلوب وما أعتقد نجيب منه في الامتحان كتير. تمام، عند القلب هو عضلة القلب اسمها مايوكارديا، الغشاء اللي فوقه ابيكارديا، اللي خارجه اندوكارديوم وابيكارديوم. الاندو الداخلية الطبقة او الغشاء الداخلي، والابيكارديوم الغشاء الخارجي. انه القلب عندنا الفنتريكل البطين الايسر بضخ الدم للشرايين، ووظيفة الارتريوم بيستقبل الدم من الجسم. هذا كلام عام ما في اي حاجة. عندي سبتم حاجز في القلب بين الاذين والاذين او البطين والبطين. هذا يعني ممكن هنا يكون هو المطلوب بس يعني. بعد هيك حكينا هنا عن الكوندكتنج سيستم اوف ذا هارت، كيف كهربية القلب بتصير. خدناه هذول في الجراحة في التشريح، خدناهم في الرعاية كمان. عندنا أول حاجة اسمها الاس اي نود، ساينو اتريال نود، هذه البيك ميكر للقلب، هذه اللي بتعطينا الكهرباء للقلب، هذه مولد الطاقة في القلب. البيك ميكر هاي بتعطينا نبضات من 60 إلى 100، البيس ميكر بتعطينا من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة. اذا هي بتعطيني، هي البدايه، هي الاساسيه في الكهرباء. اثنين بعدها بيجي مين؟ الاي في نود اتريو فنتيكيولار نود. هذا لو في حاله انه الاس اي نود عطلت، ممكن الاي في نود تعوض مكانها، بتعطينا كم؟ 40 ل 60 نبضه، وبتستمر بتتعب يعني فتره معينه فقط. بعدك بيجي انا عندي الاي في نود، يعني قلنا اس اي نود، اي في نود، باركنجي اوف باركنجي فايبر، لا branch of atrial ventricular bundle، وبعدين باركنجي فايبر. فبتطلع الكهرباء من الاس اي نود في الاتريوم، بتكون بعدين على الاي في نود بين الاتريوم والفنتكيولار، بتنزل تحت على البرانش تفضل للاتريو فنتكيولار، بتفضى على كل القلب من تحت. بعد هيك على باركنجي فايبر تيجي ايش على الانسجه الصغيره في القلب كلها، فهيك بيعطيني كهرباء لكل القلب. تحت بحكي انه كيف القلب بيعمل. قلنا القلب بيتحكم في القلب اللي هما مين؟ الاوتونوميك نيرفس سيستم. هما اثنين، سمباثيتك وبارا سمباثيتك. السمباثيتك خدناه انه هذا بيعمل حاله الخوف والقلق، بيعطيني الادرينالين، تمام، هذا بيزود حاله القلب، بيعطيني التاكيكارديا. اما لما يضح القلق والخوف وهذا الستريس اللي عندي المحفز، راح يشتغل مين؟ البارا سمباثيتك، عشان يرجع القلب لطبيعته ويرجع الهارت ريت ايش؟ يقل. فاذا السمباثيتك بيزود الهارت ريت، اما البارا سمباثيتك بقلل الهارت ريت. هنا البلمونري سيركيوت والسيستميك سيركيوت، الدوره الرئويه والدوره الجهازيه كلها للقلب. معروف انه الرئويه بتطلع من وين؟ من البطين الايمن، بتبدا من البطين الايمن على الرئتين، وبترجع مين؟ من الجسم كله، بترجع على الليفت اتريوم. هي الرئويه بطين ايمن على الرئتين على الاذين الايسر. اما الجهازيه كلها من البطين الايسر على الجسم كله، وبترجع عبر مين؟ فينا كافا على الاذين الايمن. اذا ليفت فنتريكل على الاورط، بتطلع على الشريان الجسم كله هذا الاورطي. بعد هيك بترجع مين؟ على الرايت اتريوم، بنزل وبرجع كمان دوره ثانيه. كلام يعني هذا برضه كان مقدمه. ولين كيف ممكن نحسب احنا الكارديك اوتبوت، يعني قديش القلب بيطلع دم في الدقيقه؟ في عندي مصطلح اسمه الستروك فوليوم، هذا هي كميه الدم الخارج من القلب في النبضه الواحده. فلما بدي احسب معدل ضخ الدم في الدقيقه، بحسب ان الستروك فوليوم ضرب الهارت ريت. كلام مش كتير يعني، ما اظنش يجيبه يعني هذا، بس هيك للعلم. نيجي هنا المهم هذا، لا ما اظنش اصلا يجي اصلا انه اي حاجه عن الستروك فوليوم او حسابات، هذا يعني مش كتير مهم، مش موضوعهم اصلا. هذا يعني الشرط الاول كله اصلا عباره عن ايش؟ مراجعه فقط، فقط مراجعه. نيجي هنا دايجنوستيك تيست، تشخيصات للقلب. ايش انا في اختبارات، تشخيصات، فحوصات عملها للقلب. اول واحد واهم واحد عندي في كل كتاب اللي هو السي كي اند سي كي ام بي، والاهم السي كي ام بي هذا كرياتينين كاينيز. بقول لي السي كي ام بي هذا هو موست سبيسيفيك انزايم انلايز ان اكيوت ام اي، يعني هذا انا في حاله الام اي الاكيوت بيرتفع السي كي ام بي. لو انا متفق ان المريض هذا عنده ام اي، بفحص له السي كي ام بي ويكون مرتفع. هذا المهم عندي انا في كل هذه الصفحه اغلب حاجه يعني. في نقول لنا سي كي ام ام وبي ام و ام بي وبي بي. السي كي ام ام تبع المصل، هذا في حاله انه صار عندي دمج في المصل بصير عندي بيرتفع السي كي ام ام، دمج في البرين بيرتفع السي كي بي بي، دمج في الهارت السي كي ام بي. فانا هنا بيلزمني انه السي كي ام بي بيرتفع في حاله الاكيوت ام اي، هذه مهمه جدا. في ال دي اتش هذا
دكتك دي هيدروجين زي هذا مش كتير يعني مهم، بتأخر ديليد في السيكينج ميديكال ميديكال اتنشن مش يعني كتير مهم. الميوجلوبين ما حكاش عنه، بس انه نعرف انه في عندي ميوجلوبين، في عندي تروبونين، تروبينين ار تي اند اي، هذا سمعت انه يرتفع في حالة 3 ساعات في الام اي، اما السي كي ام بي 6 ساعات، فحكوا انه هذا افضل من السي كي ام بي. فالدكتور حكى لنا عن السي كي ام بي، حكى لناش عنه، فاحنا نعتمد الدكتور. بعد كده السجوت، السجوت قلنا معروف انه تبع الليبر، فهي موجود برا في الكبد، في الليبر وفي الهارت وفي المصل. حتى النسبه ما حكاش الدكتور، نسبه 40 ما حكاش الدكتور، ما قالش عنها حاجه. نيجي هنا التشخيص الثاني، هم الصفه ال 40 يعني معروفه السجوت كويسه يعني معرفه عامه كويسه. تاني تشخيص الليبد او تاني فحص للقلب، اللي بفحص لنا الليبد الدهون اللي هم الكوليسترول والترايجليسيرول، هذول اذا كانوا فوق ال 250 بيعتبر عند المريض اثيروسكليروسس. اي شخص افحصه انا الاقي عنده الكوليسترول عالي في الدم، فعنده اثيروسكليروسس. الفحص الثاني اللي هو السيرب الكترولايت، صوديوم بوتاسيوم وكالسيوم وجلوكوز. بعد هيك الشيست اكس راي، هي بتحدد لي السايز والبوزيشن للقلب. الشيست اكس راي انجينوغرافي، هي فحص للبلد فيزل. ايكو، الايكو هي بتاعت ايكو كارديوغرافي، هي نون انفاسيف مش عدواني، بتحدد لي السايز والشيب، وغالبا هي للفالف للصمامات بيعملوها اكثر شيء. الكاد كاتريزيشن القصه بتاعت القلب، هذا عدواني انفاسيف بروسيجر، تمام. هذا بعد على الشمره بتاعت القلب بفحصها، هذا خاص بيستخدموه لمين؟ للكاروتيك، للشريان التاجي في القلب، للكورونا، ايش اسمه، كوروناري ارتري، تمام، للشريان التاجي في الكوروناري ارتري. بقول لي هنا لو بدنا ندخل على الكاثيتر، هاي القصة على القلب بيعملوها من الفيمور ارتري او في، ففي حالة انا بدي ادخل على الرايت سايد من القلب او الصمامات اللي في الرايت سايد في القلب، بدي ادخل عن طريق مين؟ الفين، في مورال فين. اما لو انا بدي ادخل على الليفت سايد من الهارت، بدي ادخل عن طريق مين انا؟ الفيمورال ارتري، لانه انا عندي وصله بين الجسم والقلب الايسر في الشريان، لانه الجسم القلب الايسر بضخ الدم في الشريان للجسم كله. اما الوريد بيستقبل كل الجسم على يعني وين؟ على الجزء الايمن من القلب، فيكون وصله من الفيمورال للقلب الايمن الوريد، ومن الايسر للجسم هيكون مين؟ الشريان، تمام. وهنا البري بوست اوبريتيف، يعني لو عمل عمليه المريض، هذه يعني مش سهله تاعت القسطره، بدنا نفحص موقع الهي، اوبزيرف ذا بنكشر سايت، كلر للمكان اوف اكزامينيشن، اوبزيرف كاردك مونيتور، ضغط الحراره وكذا، سوباين بوزيشن ويرفع راسه لفوق، مسكنات، كلام كله عام. هيك الشابتر الاول خلص. نيجي على الشابتر الثاني. صوبان بوزيشن والهيد على 30 درجة عشان نمنع الاسبيريشن او اي حاجة تانية، تمام. بعد هيك نيجي على الشابتر الثالث رقم 3 اللي هو هذا بيحكي لي عن المانجمنت وذ كوروناري فازكولار ديزيز، يعني انا ايش بتعمل ادارة ومانجمنت وعلاج تدخل نيسك انترفنشن في حال مريض عنده فازكولار ايش؟ كوروناري فازكولار ديزيز ديس اوردر، امراض في الشريان التاجي، تمام. هنا اول حاجة بدي اعرف انا ايش يعني اسكيميا، اسكيميك هارت ديزيز. سكيميك قلنا هي قلة وصول الدم للأعضاء، decrease or insufficiency. فهنا التعريفين مهمين جدا، السكيميك والانفاركشن. السكيميك هو decrease blood supply to the organs أو insufficient tissue oxygenating، فيش دم واصل كافي للمكان، في دم ولكن مش كافي. أما الانفاركشن أو الانفاركشن هذا absent of blood supply to the tissue، فيش دم واصل نهائيا. zone of tissue deprived of blood supply، يعني محرومة من الدم. فالفرق بين الاسكيميك والانفاركشن انه هذيك الاسكيميك ديكريز، اما الانفاركشن اللي هي ابسنت غياب الدم بالكامل. الاسكيميك تعمل لي انجينا، اما الابسنت تعمل لي ام اي لمصل انفاركشن. هنا بيحكي لي انا انه الكروناري اثيروسكليروسيس الانجينا هي بسبب قله الدم الواصل، اما الام اي بكون فيش دم واصل نهائيا لعضله القلب في الكروناري خاص. فعشان يقول انه الاسكيميك بتعمل لي انجينا والانفاركشن بيعمل لي ام اي. كورونا دي اثيروس كلودوسز، هنا تصلب الشريان التاجي في القلب، تمام. هذا ايش اول حاجه نعرف احنا شغله، ايش ايش يعني اثيروس كلودوسز؟ اثيروس كلودوسز معناها انه انا عندي هاردنينج ان بلاد فيزل، هاردنينج ان بلاد فيزل يعني تصلب في الاوعيه الدمويه، تصلب في الاوعيه الدمويه هذا هو معناه اثيروس كلودوسز. بعدين بيحكي له انه الاثيروسكليروسس هذا مش مرض، ليس مرض، وانما ساين اند سيمبتومز، علامه مش مرض، هذا ساينز اند سيمبتومز.
احكي لي انه هنا البث بهذا الكافيتري اثيروسكلروسس هذا ايش بث فسيولوجي له؟ بحكي لي انه عندي انا بشكل طبيعي الشخص في الطبيعه انه الليبيد لما انا بتعرف الجسم الليبيد انسولابل ان بلد لا تذوب في الماء، ولكن كيف ترتبط مع البروتينات الليوبروتين، هذا الليوبروتين مذوب في الدم ذائب في البلد، لو ترتبط معها تنتقل في الجسم وشيء طبيعي يعني فيش اي مشكله، لكن في حاله انه انا فيش عندي ليوبروتين وعندي هاي فات دايت راح يتسبب في الجسم ويعمل لي مشاكل كثيره من ضمنها الاثيروسكليروز. بقول لي تحت انه هي الباثوفسيولوجي لها انه هاي فات دايت اكل المريض غذاء مليان في الدهون عمل لي ايش؟ عمل لي انكريز ليبيد، هيزيد الليبيد في الدم تمام. لما يزيد في الدم الليبيد هيعمل لي ديبوز ترسب الفات وين؟ في الوول ارتري، في جدار الشريان او الشرايين بشكل عام، بيعمل لي حاجه تسمى اثيروما. اثيروما هذه معناها وهي مصطلح انه عندي ترسب الدهون على جدار الشريان. الاثيروما هذه راح تعمل لي ايش؟ اوبستراكشن اوف بلاد ايش فلو، بتسكر اما هذا الانسداد بارتشال يعني ايش اسكيميك او كومبليت انفاركشن تمام. يعني قلنا هاي فات دايت، اكل مريض فات عالي هيزيد الانكريز ليبيد يزيد في الدم، ديبوز الفات في الوول ارتري راح يعمل لي اثيروما. هاي الاثيروما بتعمل لي ايش؟ سيجيشن اوف بلاد، يعني بتسرب الدم وتخفف فيه، راح يعمل لي هذا الاشي اوبستراكشن اوف بلاد فلو، اما هيكون بارتشال او كومبليت. اذا هين بقول لي معلومه فوق انه السبب الاساسي لتصلب الشرايين هو زياده الدهون في الدم. يعني كل ما زاد الليبيد كل ما زاد الهاي فات دايت بصير انا عندي الحاله او الريسك انه يكون عندك ايش؟ اثيروسكلروز. فالتدخل احنا قلنا انه نقلل اكل الفات، او اذا انت تاكل فات كل معها بروتين عشان البروتين يحملها في الدم وينقلها، اما فات بدون بروتين لا. فالافضل احنا غذائنا يكون ايش؟ هاي بروتين دايت لو فات دايت الافضل تمام. هذا يكون شيء طبيعي 100%. بعد هيك بقول لي عندي كلينيكال مانيفستيشن، هذا الصح انه يقول لي مشكله كمان في الستيشن، يقول لي كومبليكيشن، او بقول لي مثلا انه اثيروسكلروسيس كوز بتسبب ايش؟ واحد انجينا بكتوريس، اثنين مايوكاردك انفاركشن، ثلاثه هارت ديز فيلر، اربعه صدن كاردك ارست، فجاه المريض بموت، فجاه بيسموه ام اي، فجاه انجينا، ايش السبب كله؟ بكون مو في الاساس ايش كاين؟ اثيروسكلروس، لكن مش عارف المريض اثيروسكلروس. في عندنا ريسك فاكتور للاثيروسكلروس مش في الكتاب او في طلاب عندهم طلاب لا. كتبناها من الدكتور احنا انه ديسك فاكتور للاثيروسكلروز مين هم الناس هذول؟ مهم جدا هذا. واحد السيجريت سموك المدخنين، لانه التدخين راح يزود النيكوتين في الدم، وهذا النيكوتين بعلي الضغط وضيق الاوعيه. اثنين الهايبر تنشن، ليش هايبر تنشن؟ لانه الضغط اصلا لما 100% بيلاقي انه مقاومه في مضاد الدم للشرايين، فيتعب مين؟ القلب وهو بضخ الدم، فهذه مشكله تعمل لتصلب الشرايين. ثلاثة عندي هاي بلاد كوليسترول، هذه قلناها أهم واحدة، هاي بلاد كوليسترول. أربعة هايبر جلايسيميا، ليش السكر العالي؟ لأنه لما ترفع السكر في الدم تعمل إيش اسمه إيش؟ أجونوتينيشن، يعني التصاق خلايا الدم ببعض، بتلزق ببعض الخلايا تعمل لي إيش؟ ثرومبس. التصاق. خمسة بيهيفير باترن اللي هي الستريس، الستريس بعد الأدرينالين، أدرينالين ضيق الأوعية بيعمل لي أنا اللي هو أثيروسكلروز. فيعني هايبر تنشن، سيجريت، كوليسترول، هايبر جلايسيميا، والستريس، هذول كلهم هاي ريسك لمين؟ هاي ريسك للي عندي انا اثيروسكلروز. The most common cause لها هو الكوليسترول اللي سبب لي اكثر سبب للاثيروسكلروز. بعدك احكي لي انا بدي احكي لي عن انجينا. الانجينا ايش هي الانجينا؟ قلنا هي سيفير تشيس بين، الم شديد في الصدر. ذس بين هذا الالم از كومبريس بين، ضغط بحس شيء ضغط على صدره. راديتد تو ذا سنيك للرقبه اند جو للفك اند باك للظهر. هذا مهم جدا، هذا المصطلح بجيب منه ثلاث اسئله في الامتحان او سؤالين، اما مصطلح او علامات الانجينا او بقول لي هل هو كومبريس ولا ستيكي بين. فاذا الانجينا سيفير تشيست بين، ذس بين از كومبريس بين، ضغط. هذا البين راديت بيمتد او بتنتشر لمين؟ الى النك والجاو والباك، على عكس للباك، على عكس مين؟ الام اي. الام اي بتنتك لمين؟ للشولدر وللفنجر الاصابع والسيكي بين. نعم المقارنه مهمه جدا بين الاثنين، بي في الامتحان مقارنه غالبا بين التنتين، الانجينا والام اي مهمين جدا. تحت بقول لي هنا انه هي بعيد لي كلام نفسه بعيد لي اياه، البين كومبريس بين راديتد للنك والجاو والباك، ممكن يقل الالم من 3 ل 5 دقائق بقل تمام. ات يوجوالي اكر، هذه مهمه جدا، افتر اكزيرشن بعد المجهود،
يعني ايموشن اكسيت، يعني بعد ما يعمل واحد التمارين يعني مجهود، يبذل مجهود عضلي او جسد جسداني بصير مو انجاينا. اذا الانجاينا هي رادييتد، هي كومبرس بين رادييتد للنك والجاو والباك، تمام. الالم توليريتد، يحتمل الالم ياتي بعد المجهود بعد الاكزيرشن، على عكس الام اي. شوف عندنا الام اي اللي تكون الام اي ستيك بين، هذا واحد. اثنين، هتكون الام اي تمتد للشولدر والفينجر ويكون في الستيك بين في في القلب، ستيبنج بين، ستيك ثابت، وبعد ستابنج وستيك بين بعد هيك بكون انه بنشوف عندنا ستابنج بين او ستيك بين. ستابنج هي مش مشكله، هم ممكن يعني طعن زي سكينه في الصدر، انه الم لا يحتمل ان untolerated pain، هذه كان ميزة لهم untolerated. ثلاثة، بكون الألم هذا بيأتي هو نعم المريض، مش شرط بعد الاكسيرشن، ممكن في الضعف في الدست. هذول مهمين جدا بي في الامتحان المقارنة. زي نيجي تحت على الفاكتور تعطيني أنا أنجاينا، أهم واحدة physical exertion. قلنا بعد physical exertion يسمي أنجاينا لأنه بزيد الأكسجين ديماند، وعندي أنا أكسجين قليل بيصير عندي انجاينا. اكسبوجر للكولد، البرد يضيق الاوعيه ويبطئ مرور الدم والسبلاي للمكان للقلب. ايتينج هيفي ميل، لو جت الكثيره هذه راح انا احتاج دم يصل للامعاء ويهضم وكذا، فيعني هيقل، هيحتاج اكسجين ديماند بشكل كبير اكبر. ديستريس سيكشوال انتركورس، كل هذا عباره عن ايش؟ مجهود عضلي. نيجي بعدك الدياجنوزز، ايش التشخيص تبعه؟ يقول لي انا اول حاجه صار نسمت علامات المرض. اثنين، بعمل انزيمات للقلب، اذا الانزيمات عاليه يكون عنده ام اي، مش على احتمال يكون عنده انجاينا. ثلاث، الاي سي جي، هذه مهمه. الاي سي جي، الاي سي جي بتكون الاس تي ديبريشن والتي ويف انفيرجن اثناء الالم، الاس تي ديبريشن والتي ويف انفيرجن. اما الام اي هنلاقيها ايش؟ عندي كيو لارج، الكيو ويف تكون اللارج موسع، والاس تي ديبريشن او الليفيشن مع التي ويف انفيرجن. اختلاف بسيط بين التنتين، ولكن مهم يوحدهم في الامتحان. المانجمنت، اول مانجمنت بعمل على البيشنت تبع الام اي او الانجينا بدرس، لانه اصلا في الانجينا يكون عنده الاكسجين قليل، فانا ليش يتعب عشان ما ياخذ اكسجين زياده، والام اي اصلا بيكون فيش عنده نهائيا اكسجين، فانا اخليه يمشي ولا يتحرك؟ لا، فعمل له بدرس. اثنين، فولو بوزيشن. ثلاثه، اكسجين 5 لتر بير مينت. ستارت اي في تو كيب فين اوبن، بروفايد برايفسي، ريموف كلوث، ستارت نيتروجليسرين. هي مهمه النيتروجليسرين، ليش؟ النيتروجليسرين هذه بتوسع الاوعيه، نيتروجليسيرين، ونعمل له اي سي جي، ونعمل له فيتال ساينز، واشياء عامه ما الى ذلك. فالمهم هنا قلنا اول شغله لو جاك بيشتغل على المستشفى ام اي ولا انجاي في الامتحان هذا، اول شغله البيد ريست، اول شغله تدخل الى البيد ريست. الميديكيشن بقول لي هيو نيتروجليسيرين، اللي هو الكوردي تحت اللسان، نعطيه اول حبه بعد خمس دقائق ما يطابش، بعد كمان حبه، خمس دقائق بعد كمان حبه، بعد كمان ام اي، خلصنا ثلاث حبات مسموح لي كل واحده بين خمس دقائق. وفي ادويه ثانيه بنعطي سيول للدم وتكسر للجلطات وكلام عام. نيجي على الام اي، الام اي هنا ويقول لي هاي الام اي ايش هي؟ ريفير تو بروسس اوف ماي كارديك تيشو از ديسترويد، خلايا القلب اتدمرت بيكوز ايش؟ فيش عندي انا دم واصل للكورونا اللي بغذي القلب، غالبا سبب الاثيروسكلوروسيس او كومبليت اوكالجين انسداد دائم. كليكا مانفستيشن، هي مهم عندي هنا، ايش تعرف الانجاين او الام اي؟ هي chest pain. This pain radiated to the shoulder and arm، للذراع والكتف. بين قوسين حط لي، قال لي not after effort، مش بعد المجهود، عكس الانجاينا هنا مش بعد المجهود، not after effort، هي مهمة جدا. Or emotional upset، بكون sticky pain او stack pain او stab pain، مش مشكلة stab او sticky pain، فهو ألم طعن بكون stabbing pain او sticky pain، وهذا ألمها لا يحتمل untolerated، أما الانجاينا tolerated، تمام، ان توليريتد. ملاحظ ان الام اي في الرجال اكثر من النساء، كل الامراض اللي عندنا في كتاب الجراحه في الميل اكثر من الفيميل، ما عدا ايدينويد ديزيز هيكون على العكس في الفيميل اكثر من الميل، فيش اللي هو بس مرض مميز في الامتحان اصلا، هيجي ايدينويد ديزيز عند الميل، الفيميل اكثر من الميل. جاي هذا يجي هنا على الدايجنوستيك ايفالويشن، بعمل له انا الهيستوري للمريض، كيف الالم كان عندك، كيف شكله، عندك امراض، الاهم منهم اي سي جي، اللارج كيو ويف، اللي فيشن اوف ذا بريش ديبريشن لمين؟ للاس تي والتي ويف انفيرجن. الانجاينا قلنا الاس تي ديبريشن والتي ويف انفيرجن، هنا ايش زدنا عليهم؟ قلنا انه الاس تي اما ديبريشن او الليفيشن، والكيو ويف هتكون انلارج، هاي الميزه بين التنتين. فانا اعرف انه اطول انلارج، وين في انلارج للكيو ويف؟ عشان اصلا الام اي اصعب من الانجاينا، فتكون ايش؟ ام اي اخطر منها.
ثلاثة السي كي ام بي، السي كي ام بي هذا راح يرتفع، بيقول لي هنا indicator in case of MI 6 hours بيرتفع بعد 6 ساعات، return to normal within 3 day يعني بعد 6 ساعات من الام اي بيرتفع او خلال 6 ساعات بيرتفع وبيرجع معدله الطبيعي خلال 3 ايام. المانجمنت نفس الام اي نفس الانجينا، بيدريس اوكسجين عشان اقلل الاكسجين ديماند، تشيست بين اعطيه مورفين، المورفين هذا له استخدامين المورفين بامتحان وظيفه واي مكان. مش اهم من البين اللي هو بيقول لي بيعمل لي فيز دايليشن موسع الاوعيه، من سايد افكت للمورفين موسع الاوعيه تمام. فهذا بيجي في امتحانات الوظائف والمقابلات، فانه المورفين بوسع الاوعيه ومسكن، فبيستفيدوا من المسكن تبعه من سايد افكت للمورفين انه بيعمل لي فاز دايليشن. فشغلتين بعطيه هنا فاز دايليشن والمسكن. في حتى ناس قالوا بيعطوا له الام اي عشان انه بيعمل فاز دايليشن، الله اعلم في التنتين صح هو. ثرومبوليتيك ايجنت او انتي كواجولنت، هو بيكون عنده الم شديد جدا الماضي تبع الام اي، فبيعطوا له المورفين لانه مسكن حاد جدا، ومع التسكين تبعه بيعمل لي فاز دايليشن بقلل الالم. هو حتى كيف بقلل الالم؟ ممكن يكون انه بوسع الاوعيه، هيوصل دم للقلب، ما إلنا له استخدامين قلنا موسع الاوعيه وهو انالجيسز. هيك خلص الشابتر الثالث، بسيط جدا 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 مش في اي حاجه. نيجي على بعدك مش مطلوب مش رحوش الدكتور. الشابتر الخامس هنا عندنا اللي هو بيحكي عن المانجمنت، اذا الشابتر الثالث بس فقط بيحكي عن الام اي والانجينا، ده ميز بينهم التنتين مهمين جدا جدا، والاثيروسكلروسيس مهمين جدا. بعدك بنيجي نحكي عن ممكن في الامتحان يقول لي فرق بين الانجينا والام اي، بقول لي عادي فاختار فاختار وصل ممكن يجي. نيجي على الكومبليكيشن فروم هارت ديزيز، انا عندي هارت ديزيز، من هو الهارت ديزيز؟ اللي قبله اللي هم الانجينا والام اي والاثيروسكلروسيس، هذول ثلاث امراض ايش ممكن يعمل الكومبليكيشن اللي قدام؟ واحد بقول لي ايش المانجمنت له؟ اذا عندنا في بدايه الشابتر قايل لنا سؤال جاي في الامتحان غالبا the most common complication، اكثر complication من الهارت ديزيز اللي هم بين قوسين قال لي انجينا ام اي اثيروسكلروسيس الى اخره is heart failure، يعني انا الانجينا لقدام الام اي لقدام اثيروسكلروسيس لقدام هتعمل لي ايش؟ heart failure. فcomplication لهم heart failure. The most common cause the most common complication للهارت ديزيز هو الهارت failure، مهمه جدا. ايش يعني heart failure؟ inability of the heart to pump sufficient blood to meet the need of tissue for oxygen and nutrition، انه القلب مش قادر يضخ دم يلبي حاجه الانسجه من الاكسجين والغذاء. لما عندها اقول الرايت هارت فيلر والليفت هارت فيلر نفس التاليف اقول، ولكن ايش اغير الرايت والليفت؟ هنا كل القلب مش قادر، هنا اقول انه الرايت مش قادر والليفت مش قادر. هاي المطلوب هنا تعريف الهارت فيلر، انه مش قادر القلب يكفي حاسه حاجه الانسجه من الاكسجين وال والنيوتشن. هنا يحكي لي في مقدمة الصفحة كاتب لنا السؤال انه عندك the most common cause for left heart failure هو الاثيروسكلروسيس. left heart failure اكثر سبب للليفت هارت فيلر هو الاثيروسكلروسيس. ليش؟ لو انا شغلت مخي وفكرت فيها هلاقي انه مين بضخ الدم لكل الجسم؟ الليفت سايد. لما الليفت سايد يلاقي تصلب في الشرايين وهيضخ الدم بشكل اقوى، كل ما ضخ بشكل اقوى الدم هيتعب اكثر، هيعمل لي ايش؟ ليفت هارت فيلر. اذا بتعب وهو بضخ، يلاقي الشريان الاورطي والشريان بتاعت الجسم بتقاوم الدم وهو مر فيه، فيضخ الدم بشكل اقوى فيتعب القلب الايسر، هيصير عندي ليفت هارت فيلر. ها بس مجرد تفكير في الشغله لقيناها صح. اذا ذا موست كومن كوز للليفت هارت فيلر هو مين؟ اثيروسكلروسيس. في عندي اشياء اخرى، في عندي اشياء اخرى زي المترال فال، المترال الصمامات، المترال الصمامات تعمل لي مشاكل في الليفت هارت فيل، خاصه المترال فال هذا ليش؟ الباي كاسبيد فال اللي هو بين الاذين والبطين. في مشكله هنا؟ لا ما فيش مشاكل. طيب نجي تحت على الليفت هارت فيل، قلنا هو انه الجزء الايسر من القلب شيء يضخ دم الاخير نفس التعريف. هذا في الليفت هارت فيلر بقول لي انه كوز باي هي كانت بامب هي سيستميك سيركيوليشن مترال اند اروتيك فال، اما مشكله في المترال بين الاذين والبطين اللي هو الباي كاسبيد، او مشكله في الشريان الرئوي الصمام في الشريان الرئوي اللي هو ايش قلنا عنه بلمونري ارتري فالف تمام. بقول لي انه هذه المشاكل هذه مهمه جدا جمله انا مش معلم عليها،
الليفت سايد هارت فيلر كوز موستلي بالمونري سيمتومز، يعني اعراضه مشاكله تملي ايش؟ على الرئه بالمونري. ليش؟ لانه القلب الايسر يستقبل الدم من الرئه، تمام؟ فلما القلب يتعب وبقدر يضخ دم كثير، هارت فيلر في الليفت سايد هيحوش الدم فيه، يصير كونجستشن، احتقان للدم في القلب، ومش يقدر يضخ دم، فمش هيستقبل دم من الرئه اصلا، هيرجع الدم للرئه، فيصير عندي انا اعراض رئويه بالمونري سيمتومز. هذه مهم جدا الكلمه، في الاختر انه الليفت سايد من الهارت ريت الفيلر بيعمل لي بالمونري سيمبتومز، اما الرايت سيستميك سيمبتومز. مهمه جدا هذه الجمله، جدا جدا. هي انا شو هي اعراض عشان نفهمهم فهم، انه الليفت سايد من القلب هم قلنا بالمونري سيمبتومز برجع الدم للرئه، بس عندي اورثوبنيا. ايش في الاورثوبنيا هذه؟ ديفيكالت اوف بريثينج وين لاينج فلات، لاينج لما المريض ينام على ظهره ما يقدرش يتنفس، هذه مهمة الأرثوبنيا. اثنين، بروكسيمال نوكت يوريا ديسنيا، نوكت يورينال ديسنيا يعني عنده ضيق نفس في الليل، سادن اتاش اوف ديسنيا ات نايت في الليل بدش يتنفس المريض. عندي هنا مهمين جدا تنتين، اولج يوريا وبولي يوريا او يورينيشن في الليل. عندي اولج يوريا في الصباح وبولي يوريا او يورينيشن في الليل. ليش؟ مريض هارت فيلر انا مستحيل الاقي عنده في الكيس البول تبعه نقطة بول نهائيا في النهار، لانه اصلا المريض هو نايم اصلا، القلب عنده تعبان مش هيضخ دم، فما بالنا في النهار هو بيتكلم المريض وبيضحك وبيمشي بيروح على الحمام وبوقف، فالقلب هيحتاج دم واكسجين اكثر لمين؟ لاعضاء الجسم التحرك، فمش هيوصل دم للكلى، هيكتفي بالدم لمين؟ للمعده عشان الغذاء، للاكل، للكلام، للضحك، للسمع، للبص، هيروح الدم كله لوين؟ للوظائف تحت الجسم ككل، فيستغنى عن الكلى في النهار. في الليل هذا ايش عشان بسميه في النهار الجيودة، تمام، بقل الدوس للكلى بطلع شبول. اما في الليل بقول لي هنا this هي urination at night nocturia. ليش nocturia؟ بقول لي في الليل المريض نايم لا في كلام ولا اكل ولا شرب ولا بمشي ولا بتحرك، كله نايم المريض، فالدم بده يروح على الاجزاء كلها، على السمك وعلى الكلام وعلى الضحك وعلى المشي، هيروح على الكلى، الكلى تطلع لي بول هيعمل لي urination. بصحى الصبح النوم بلاقي كيس البول تبع المريض مليان بول، فاذا عندي نوكتيوذا في الليل او يوريش في الليل واوليجوذا في النهار، مهمين جدا هذول. قلنا اعراضه اعراض الليفت سايد هارت فيلر هو اعراض ايش؟ رئويه، ديسنيا، اورثوبنيا، صعوبة التنفس، فيش عندي اديمه لان اصلا في الشرايين هذا في الرئه، فيش عندي اديمه في المكان، لا يوجد اديمه في الليفت هارت فيلر، اما في الكونجستيف فاتر في عندي اديمه، كلام عام، تمام. هي اعراضها، هي قلنا هنا شورتنس اوف بريثينج ديسنيا موست كاف. ليش؟ لانه قلنا الدم بيرجع على الرئه، هيصير عنده ايش؟ موست كاف من البلاد، هيصير عنده ديسنيا لانه الدم حقي مليان رئه في الدم وفش مش رايح على القلب، هيكون عنده شورت اوف بريثنج مش قادر يتنفس، المريض بيتنفس بسرعه، تمام. هذه اعراض الليفت مليان دم في الرئه. هنا بعدك بقول لي انه على الرايت هارت فيلر، فعملنا الصفحه قال لي سؤال ذا موست كومن كوز للرايت هارت فيلر هو الليفت هارت فيلر، اللي بيسبب لي ليفت رايت هو الليفت، اللي بيعمل لي مشكله في الرايت هو الليفت، تمام. ولكن ممكن يجي الرايت لحاله، فيش حدا لحاله، بعد يومين اسبوع شهر هي قال لي انه الليفت بيؤدي للرايت والرايت بيؤدي للليفت، الاثنين بيؤدوا لبعض مكملين لبعض، لان هذا بالسق بهذا بيؤدي هذا بالسق لهذا، هي دوره كامله اصلا، فاذا حدا عطل فيها بتعطل الثاني. اذا الرايت هذا في نفس التعريف ما بيقدرش يضخ القلب الايسر الا بحاجه مين؟ حاجه الرئه، لانه القلب الايمن هو اللي بده الدم لهذا عشان ايش؟ بدي اكسجين، فمش هودي دم للرئه، تكفي الرئه. ان ابيليتي اوف رايت هارت تو بامب ميت نيد اوف لانج، تمام. هنا بقول لي يعمل لي ايش؟ بيرفرا الاديما، هيماتوميجالي، السادس انذوكسيا. الحين هقول ليش انا الليفت هارت فيلر موست كومون كوز برايمري فاسكولار ديزيز ان ايش؟ ترايكسبت، او ممكن ترايكسبت او المونري فالف ديزيز اسبابه. احنا قلنا اهم شيء انه الليفت هو بيعمل لي رايت، فممكن عندي لو مشكله انا في الترايكسبت فالف او عندي مشكله في البلمونري فالف، هذول كلهم في الجزء الايمن من القلب، يصير مشكله في القلب. العكس في الليفت لو عندي مشكله في الميترال فالف او في في السيستميك او في الاوراتيك فالف، هيصير عندي ايش؟ ليفت سايد هارت فيلر. هاني كمان مهمه جدا انه كوز بيعمل لي ايش؟ سيستميك سيمبتومز، اعراض جسديه في الكل، في الجسم كله سيستميك، هذه مهمه جدا. اما قلنا في الرايت هتكون بالمونري، في الليفت بالمونري، اما في الرايت هتكون جاهزيه. ليش؟ لانه القلب بيستقبل الدم من وين؟ لما يتعب القلب الايمن هيبطل يستقبل الدم، كونجستشن للرايت هارت،
جمع الدم في القلب مش هيستقبل دم من الجسم، فبيرجع الدم وين؟ من الفينا. كيف بيرجع تحت على الجسم؟ كيف انا قلنا في ضحى واحد انه واحد، الجسم بيجي بيرجع الدم على القلب عن طريق اثنين، سوبر فينا كيفا وانفيرا فينا كيفا. لما يرجع الدم عن طريق السوبر فينا كيفا وين يرجع؟ يرجع الدم على النيك فين، هيصير عنده مريض شو؟ نيك فين ديستندد، هي اول عرض نيك فين ديستندد. فانا شو انا مريض عنده نيك فين ديستندد، اذا احتمال يكون عنده ايش؟ رايت هارت فيلر. واحد نيك فين ديستندد، خلصنا فوق، نزل تحت على مين؟ الانفيرا فينا كيفا. هينزل تحت على مين؟ على الكبد هيعمل هيباتوميجالي. هينزل على البوتل فين هيعمل لي بوتل بيها هايبرتنشن. لما يصير عندي بوتل بيها هايبرتنشن يصير عندي انا ايش؟ بيزيد بالمبيلتي للدم، يتفسر الدم وين؟ في البيريتونيال كافيتي، يصير عندي اساتيس تجمع سواء في في البطن. بعد هيك هينزل الدم على بريدنس يعمل لي ايش؟ ايديما في اللور اكستريمتيز، ايديما في اللور اكستريمتيز. فهم فهم هذول، قلنا نيك فين ديسندد هيباتوميجالي، بوتل بي فين هايبرتنشن يعمل لي اساتيس ايش؟ ايديما في اللور اكستريمتيز. فلو قال لي في الامتحان ايديما بقول له رايت، لو قال لي اساتيس رايت، لو قال لي نيك فين ديسندد بقول له رايت، لو قال لي ويت جين بقول له رايت. ليش؟ لانه لما تنزل ايديما في القدمين ويتجمع سواء في البطن هيزيد وزن المريض، ايديما واساتيس كله ايش؟ هيكون ويت جين. فإذا اعراضها قلنا سيستميك، اي اعراض تحت الصدر تكون ايش مشكلتها؟ في الرايت. فوق الصدر تكون ايش؟ في الليفت. لو قال لي صداع، لو قال لي ديسنيا، شورت في البريثنج، هاي هم موجودين كلهم. هاي ايديما، بيتنج ايديما تكون في البدايه، سولوينج، جاجولار فين ديستندد، هيباتوميجالي، ويت جين. في امتحان ممكن وصل جدول على الشمال يقول لي رايت وليفت، على اليمين اعراضهم كلهم، وصل لي انت مين مع الليفت مين مع الرايت. ايجاب سنه من السنوات. طيب نيجي هنا تحت انه قال لي هيباتوميجالي ليش بتصير؟ قلنا عنها وتقصص شرحنا هذا الكلام كله. في عندي نوكتيوريا في الليل، بضحك عندهم يظهر نفس الحاجه نوكتيوريا في الليل. دايجنوستيك تيست شيست اكس ري، هي تعرفنا على السايز للقلب، شوف اذا عنده انكيس في البلمونري كونجستشن احتقان في الرئه، والليت فنتكلر عنده ليفت هارت فيلر. اذا عنده احتقان في الرئه مع الكارديوميجالي تضخم في القلب بلورال افيوجن هيكون في الرايت، لانه بلورال افيوجن في السائل البلور. المانجمنت إلها عادية، تكون keep patient في البيد ريست لأنه تعبان المريض، بيد ريست ensure patient make patient more relaxed by deep breath and cough، يطلع CO2، put patient في forward position، remove patient clothes، dress the patient open gown O2-5 per minute، heparine، monitor vital signs ABG chemistry IV fluid. كلام كله عام، فيش في اي حاجه هنقول مميزه او سبيسيفيك. فاهم شغله انه موست كون كوز للرايت فيلر هو الليفت فيلر، وعندي انه الرايت بتعمل لي سيستميك سيمبتومز، اما الليفت بالمونريك سيمبتومز. هذا مهم جدا جدا جدا. بحكي لي هنا كلام يعني عام، ممكن يكون انه افضل علاج للكونجستيف هارت فيلر يعني الهارت فيلر الكامل هو الدايجوكسين. قلنا في الادويه انه الدايجوكسين له شغلين، بيشتغل بوزيتيف انتروبيك نيجاتيف كرونوتروبيك. يعني كيف؟ بيقلل الهارت ريت. لو كان عند المريض بيعمل هارت ريت في الدقيقه 100 لكن كل نبضه بيعطيني 50 ملي، انا هذا لا، هذا ايش بيعمل دايجوكسين؟ بيقلل الهارت ريت، بيخليه يعطيني مثلا 70 نبضه في الدقيقه، كل نبضه تعطيني كم؟ 70 ملي. فبيقلل الهارت ريت، بيزود مين؟ الكونتراكتيليتي، يعني بيزود كميه الدم في النبضه الواحده. هذا وظيفه الدايجوكسين. في الامتحان جراح واحد بالذكر جانا سؤال في الامتحان انه قال لي انا مريض عندك هارت فيلر، ايش افضل شيء لك تعمل له؟ يا انت تقلل الهارت ريت، تزود الهارت ريت، تزود كذا، تحافظ على التنفس. يعني واحده منهم بتقول لي ايش؟ انه انا ازود الكونتراكتيليتي للقلب. ما حدش كان عارفه تقريبا يوم. فالحين لو جاء في الامتحان انه مريض الهارت فيلر ايش افضل شيء لك تعمل له اياه؟ بدي انا اعمل له ازود الكونتراكتيليتي للقلب. كيف ازودها؟ اعطي دايوكسين او اي شيء بزود الكونتراكتيليتي. وعندي ميديكيشن، عندي اعطي مثلا انجيوتنسين، بتوسع كذا، بتهي اشياء عامه زي هيك. في دايريتك، دايريتك ليش هندايريتك؟ لانه انا عندي مريض اديما، تمام، يعمل يورينيشن ديكريز اديما، ديكريز فلويد اوفرلود على القلب، ولكن بتفحص البوتاسيوم لاحسن يصير عندي هايبو كاليم. تحت نيجي على واحده مهمه جدا كمان درس جديد، هو بالمونري اديما. ايش يعني بالمونري اديما؟ هي تجمع فلويد وين؟ في الالفيولاي، الحوصه تحت الرئه مليانه بايش؟ سوائل. فبقول لي فيها سوائل في الرئه في الحوصه، هي الصله، هي تعريفها accumulation of water in the lung، في الرئه. وين في الرئه؟ بقول لي هنا في الالفيولار، lead to impaired gas exchange. لانه اصلا اللي بيصير عمل لي بد gas exchange في القلب او في الجسم، مين هم؟ الحويصه اللي في الرئه. فلما تكون هاي الالفيولاي فيها سوائل مش هيدخلها ايش؟
غاز ولا سيتولد في الغازات، تكون مثلا غرقان مش قادر يتنفس. اهم شغله هنا تيجي في الامتحان والله غير تيجي، ايش اول ساين سمتم اللي مريض بينور اديمه؟ يعني على الاستقبال مريض معه، هاي بقول لك كليم سكين، هاي واحد يكون عنده هاي كليم سكين، يكون عند المريض بلاد تينجد فروتي، بلاد تينجد فروتي هذه مهمه جدا، وموست سكين. هذول ثلاث شغلات ومصاين وسمتم للبلمونري اديما، اكثر واحده مميزه فيهم البلاد تينجد فروتي، بكون هاي واللي هنا بين قوسين قال لي هنا سبتم البلغ سبيوتم البلغم مي بي فروتي، بكون زي الرغوه تمام، والبلاد بكون تينج، بكون مو على البلغم هذا نقط دم. فاذا جينا على المستشفى مريض معه بطلع بلغم او بطلع زب بسموه زبد عليها نقط دم، بكون عنده بلمونري اديما. ليش؟ لانه قلنا هي اصلا مليانه في السوائل، حطلع من السوائل ممكن عليهم شويه بلاد. فاذا لو قال لي في الامتحان بلاد تينج فروثي على طول بالمرضي اديمه مع كليم سكين ومع ايش كمان مويست سكين، مويست سكين وكليم سكين، كان عنده كليم هي سكين هي بيقول لي صحيح كليم سكين وعنده بلاد تينج فروثي تمام. كل مثلا درولينج وذ ووتر سويتنج، غرقان في الميه المريض، لانه اصلا الرئه اللي بتنفس فيه هي غرقانه، فيكون هو نفسه غرقان، بكون مثلا عنده هنجر للهواء، جعان فيش عنده اصلا هواء ولا اكسجين، اريتابيليتي متهيج، جنرال ويكنس، ديفكالت ان بريثنج، كل اعراض عامه، اي مريض يكون عنده نقص في التنفس يكون عنده زي هيك هاي الاعراض تمام. بعدك هيحكي لي هنا ايش التدخل العلاج الها، دامب موست، هاي الدام موست في الامتحان بيجي تختار ايش اختصار كلمة دي او ام او كذا، دامب موست. الدامب موست معناها بالعربي انه هو غرقان في الطينة في الوحل، فهو فعلا بكون المريض هو غرقان تمام. دامب موست. الدي دايروتيك عشان تقلل الاديمة، الدي دايروتيك سي دامب. الاي في الدام الاي اوكس امينوفيلين، امينوفيلين هذا بيعمل لي برونكو دايليتور، بوسع الاوعية الهوائية الشعب الهوائية فيحسن التنفس. اذا دام دي دايريتك، اي امينوفيلين، الام مورفين، البي ايش تكون هذه بوزيشن فورا بوزيشن. خلصنا الدام دايريتك امينوفيلين مورفين بوزيشن، نعد على الموست. الام هذه في الموست هتكون مونيتور بلاد بريشر اي بي جي هارت ريت كل المونيتور. الاو اوكسجين، اوكسجين 5 لتر بير مينيت. طيب مويست. الاي هتكون ايش؟ اندولينج كاثيتر، قسطرة عشان ينزل فيها البول من الدايروتيك، هذه اندولينج كاثيتر. الاس سبورت بدعم المريض، مش في الكتاب موجود هذا الاس، هي سبورت للمريض. التي هتكون تورنوكيت، تري بار، ثلاث اجزاء تورنوكيت، هذا كمان بطل يستخدمه. كيف بيستخدموا هذا؟ انا بجيب تورنوكيت بربط على ثلاث مناطق في الجسم، ايد يمين وفخذ يمين وشمال، بعدين بنقلها كل ربع ساعة تغيرها عن المكان. ليش هذا بعمله انا؟ عشان اقلل رجوع الدم للقلب وامنع على الاوفرلود تمام. إذا الحل الوحيد هنا إنه أخرج السوائل من الذاتين. إذا طلع يورين من المريض من المريض بروح على البيت بفضحه، يعني أكثر مرض أو أكثر شخص بفضح لما ينزل يورين هنا منه بكون هو مين؟ البلمونري إديما. إذا نزل إذا طلع يورين المريض بكون عنده جود وروح على البيت وشيف المريض 100%. نيجي هنا على ليش؟ كارديوجينيك تشوك. إيش معنى تشوك؟ حفظناها زي اسمنا لاك أو ليك أوف تيشو بريفيوجن. ليك اوف تيشيو بريفيوجن، قله الدم الوصل للخلايا. كارديوجينيك تشوك هي دو تو ايش؟ هارت فيلر. الهارت فيلر يعمل لي لقدام ايش؟ كارديوجينيك تشوك. نقول لي هنا انه كلينيكال مانفستيشن سيمبتومز الهارت فيلر، طبعا احنا مش قلنا هي التشوك هذه ناتجه عن الهارت فيلر. فاي مريض مو كارديوجينيك تشوك يعطيني ثلاث اعراض، اعراض سيمبتوم للهارت فيلر وسيمبتوم للتشوك وهايبوكسيا وهايبوكسيا سيمتوم للهارت فيلر اللي قلناهم قبل شويه، ايديما ونيك فين ديستندد وهيباتوميجالي وبوتري هايبرتنشن واسايتس وما الى ذلك. طيب وعرض تشوك، التشوك قلنا معظم زمان ايش قلنا؟ ايش اللي تشوك؟ انه فيش دم واصل او الدم قليل، فالاقل بده يصير يحول الدم من الاعضاء مش مهمه للاعضاء المهمه. مين مش مهم مين مهم؟ بقول لي انا عندي باخذ الدم من الجلد بودي على القلب والرئتين والدماغ. ليش؟ الجلد مش مهم، لما ناخذ الدم من الجلد يصير عنده مريض شو؟ يصير عنده كولد سكين، فيش دم وصل للجلد، هو بيعطينا حراره للجلد، كولد سكين وبول سكين شحب جلده. طيب اخذنا الدم من الرئه من من الكلى صار عندي ديكريزيون اوت بوت، بطل يصل الدم للكلى، عملت لي ديكريزيون اوت بوت. القلب بده يعوض الدم النقص عليه والاكسجين بيعمل لي تايكارديا، يصير عندي هايبوتنشن تمام، بيبدا المريض يفقد وعيه، ويك بالس تمام. خلصنا هذول اعراض الايش؟ ديفكالتي في البريثنج، بطل تصدر حتى الرئه، وسويتنج، هذول اعراض للشوك.
بقول لي ما يتبع التشوك خاصة في الكارديوجينك تشوك، بعطيه انا ادوية بتزود الهارت ريت والضغط. زي مين؟ زي خاصة الضغط عندي، الدوبامين. الدوبامين انا له شغلين، بيعمل لي انا انكريز كذا كونتراكتيليتي، بزود قوة انقباض القلب. بقول لي الدوبامين له جرعتين، جرعة بسموها رينال دوز وكارديو دوز. الرينال دوز هذه انا بعطيه اقل من 6 مايكرو جرام، تعمل لي يورين بتقلل الضغط. لكن انا بديش اياهين، انا بدي مين؟ الجرعة العالية اللي بتعلي الضغط، اللي هو مين؟ كارديك دوز اكثر من 6 مايكرو جرام تعمل لي هايبر تنشن. تمام، هذول نوعا ما كويسين. في دكتور قال لنا هنا انه حط المريض بسوباين بوزيشن والبوث ليج اليفيتد، هاي وضعية الشوك، وقال لنا كمان حطوه فور بوزيشن وريموف كلود وكانيولا. مش عارف انا مين الصح، هل هي سوباين بوزيشن ولا فور بوزيشن؟ ممكن يكون التنتين صح، سوباين بوزيشن مع الاليفيت للليج، ممكن تكون فور بوزيشن، يمكن مش عارف بالضبط مين تكون، ممكن يكون حسب الساين والسيمتوم للمريض. تمام، بعد هيك نيجي احنا على الثرومبو امبوليزم. ثرومبوس جلطه ثابته، امبوليزم جلطه متحركه، هي ديكريز موبيليتي قله حركه مين، وديكريز سيركيوليشن في الدم. تمام، تعمل لي ريسك في الثرومبوسز في البيشنت اللي بيكون عنده مشاكل ثانيه. هذا عندي مصطلح البلمونري امبوليزم. بلمونري امبوليزم هي جلطه في الدم، هي بلاد كلوت خثره دمويه فروم من الليج مو تتحرك من القدم، تملي اوبستراك لمين؟ للبلمونري فيزن. هذه بلمونري امبوليزم. ايش انا الموست كومون ثرومبوليك بروبلم وذ هارت فيلر، اكثر المشاكل تاعت الهارت فيلر؟ بقول لي اول شيء عندها لها بريفنشن. اول شيء مش قلنا بريفنشن خير من قطع العلاج، الوقايه خير من العلاج. فانا بعمل بريفنشن كيف؟ اي مريض هاي ريسك للدي في تي بدي انا اعمل له هاي التدخلات، كيف بدي امنعه؟ اذا قاعد طول اليوم اخليه يوقف، اذا واقف خليه يقعد. اي مريض عنده هذا الدي في تي كمان ايش نعمل له هنا؟ في النهار يحط كريب بانديج، او اي مريض ريسك للدي في تي، ريسك للدي في تي، اعمل عمليه المريض طول موقع بدري المريض، المريض اي اشياء بد، ممكن الحوامل احيانا، هذول كلهم اعراض للدي في تي. فانا بدي اعمل له انه امنع الاعراض هذه او اوقفها، اعملها بريفنشن. اذا اعالج السبب اول شيء، اثنين اذا بده يمشي المريض حط له كريب بانج على رجله في النهار، اللي فيت للليج يرفعهم، يزود السوائل الميه، لانه ايش تزيد السوائل؟ راح تعمل لي تقل الفيسكوستي للبلد ويمنع التخلطه. فانا زيادة السوائل بقول لي انه هنا لما الشخص فوق ال 40 ميل ما ياخذ اسبرين يشرب سوائل كثير، لان الاسبرين ايش بيعمل؟ بخلي الدم سائل، والسوائل الكثيره اصلا بتخلي الدم سائل، فالافضل انه ياخذ ايش؟ انكريز فلويد وخلص، هذا بكون حمايه من الجلطه. تمام، في عنده اعراض للبلمونري امبوليزم هاتي في الامتحان، سيفير تشيست بين مع شورت اوف بريثنج مع هيموبتيسيس دم في البلغم، هيموبتيسيس هذول جراحه واحد في الامتحان. اذا جاك مثلا الاستقبال مع سيفير تشيست بين مع ساينوسيس شورت اوف بريث مع هيموبتيسيس دم في البلغم، هذه اشياء منيحه نوعا ما. بلمونري يعني هذا مش هذا مش عنوان درس، عنوان درس اللي هنا بريكارد فيوجن اند كارديك تامبونات، بريكارديا فيوجن اند كاردياك تامبونات. ايش هذا معناه؟ مش قلنا الكاردياك القلب، بريكارديك حرارة القلب. تمام، فيوجن قلنا في الـ في الـ في الرعايه انه الفيوجن هي ايش؟ كميه الدم الوصل للمكان، فيوجن تشبع الدم في المكان في الدم او في الفلويد. بقول لي هنا بريكارديا فيوجن هي accumulation of fluid in the pericardial sac، تجمع السوائل وين؟ بريكارديا فيوجن هي accumulation of fluid في البريكارديا الساك حول القلب. طيب هل لما يتم حصول حول القلب هل السوائل تكون محصورة بين مين؟ بين الميوكارديا على القلب وبين البريكارديا الأشياء اللي وراء تبعها زي النيموثوركس. فأنا عندي لك مثلا بلد، فبتضغط على مين؟ على القلب، فبتعمل لي شيء اسمه هنا كارديك تامبولان، ضغط على القلب. هذا بقول لي هي restriction، ضغط of the heart، تضغط على القلب to the fluid بسبب مين؟ السوائل اللي فوق القلب هذه due to this fluid، بتعمل لي ديكريز في نصيتين، بتقلل السيو 2 كلام بدنا شيء. كارديك تامبونات هذه اعراضها يقول لي فيلينج سيستول بلد بريشر، بينزل الضغط عنده، نارمال بالس رايزنج فينس، بدنا شيء. هاي المهم كلينيكال مانيفستيشن. كلينيكال مانيفستيشن هنا عندنا ثلاث شغلات، فولنس وذن ذا تشيست، الصدر مليان، اثنين بريشر على التشيست، لما يضغط على القلب يضغط على الصدر. فعندي انا ضغط على الصدر والصدر عندنا مليان فولنس للتشيست، يعني واحد فولنس للتشيست، اثنين عندنا برشر على التشيست، تمام، ثلاثة يكون انا عندي ميزة مهمة جدا في بافلد ساوند. ايش هي بافلد ساوند؟ الصوت مكتوم. ليش مكتوم الصوت؟ لانه انا عندي بين القلب وبين السماعة عندي حاجز للسوائل هذه،
هذا السؤال تملي حجز للصوت، حجز للصوت، فبتعمل لي شيء اسمه بافل ساوند. فالثري صانوا سمته لمين؟ للكارديك تامبونات او البيريكارديال فيوجن. واحد الفولنس للتشيست، اثنين عندي انا بريشر على التشيست، ثلاثه بافل ساوند. بافل ساوند ليه بافل ساوند؟ لانه احنا قلنا انه المريض هذا، المريض ايش ماله؟ في عندي سوال على البريكارد، هذا السوال حجز بين السماعه اللي بنسمع فيها القلب وبين مين؟ بين نبض القلب، فعمل لي شيء اسمه بافل ساوند. تمام، بافل ساوند هي فوق اول الصفحه الثانيه، بافل ساوند تكون فوق. ما هو كنا مش مصور اصلا هنا، هي مشكله. بافل قلنا بافل ساوند هي صوت بكون تاع القلب مكتوم. تمام، نيجي بعد هيك على اللي بعده. تمام، هتكون ايش عندنا؟ مش مصور للأسف، مش مشكلة، نقرا من الكتاب قطعة وخلاص. 57 خلص اصلا شكل خلص. انا يعني في كيش مكتوب في الكتاب، ضغط في القلب بالكارديك تامبوناد ناتج عن مين؟ عن التهاب وغشاء القلب. بقول لي البريكارديا هذا غشاء القلب حول القلب، هذا عندنا ممبرين حول القلب. تعريف البريكارديا، ممبرين كفرينج ذا هارت، غشاء يغطي القلب. عندي تو لاير، طبقتين من البريكارديا، فيسكولار لاير وبرايتر لاير. الفيسكولار هي فوق القلب مباشره، اما البرايتر فوقها بعد، في بين هذول الطبقتين سائل بيني بيمنع الاحتكاك بينهم. فلما انا يصير عندي بريكاردايتس، التهاب غشاء القلب، من اعراض الالتهاب ايش قلنا؟ هوتنس، ريدنس، سولوينج. هذه السولوينج، كلمه السولوينج هي الإديمة. هاي الإديمة بتكون ايش؟ تملي، ضغط على القلب، هي الفيوجن، هي تملي الكارديك تامبونات. تمام، اذا ناتج عن مين هذا؟ عن التهاب القلب. الكارديك تامبونات مع الفيوجن ناتج عن التهاب القلب. اعراضه قلنا فولنس للتشيست وبرشر ان ذا تشيست. والصفحه اللي بعدها بقول لي انا عندي ايش كمان؟ مافلد ساوند، اللي هو يكون الصوت مكتوم. ميديكال مانجمنت، بريكارديك سنتيسيس، اسحب السؤال من القلب، نيدل واسحب السؤال حول رئة القلب. ايش تعريف بريكارديك سنتيسيس؟ اسبيريشن اوف فلويد فروم ذا بريكارديك ساك، سحب السؤال من حول القلب. في عندي اخر موضوع اسمه مايوكاردا رابتشر، توانسق عضلات القلب. بقول لي هذه انه عضلات القلب تمزقت، خلايا القلب ماتت. تمام، انا في عندي لما يصير هاي الحاله بعمل لي ايميديت ديث، موت فورا، كارديك ارست. المانجمنت امرجنسي مانجمنت الا هنا اللي هي سي بي ار، كارديو بالمونري ريسستيشن. وقت ايش بعمل سي بي ار للمريض؟ لما افحص له اي بي سي دي، اي مجرى الهواء مفتوح ولا لا، اثنين بي بريثنج التنفس، سي سيركيوليشن عنده بلس ولا ما عندوش بلس، دي اللي هي اي دي فايبر، هذا على على الاي سي جي بنعرفها دي فايبريليشن. فانا في اي مكان شفت ايش عنده لا بريثنج ولا بلس على طول سي بي ار، فكون عنده كارديك ارست بسبب مين؟ المايوكارديك. طب تشوف هيك الشابتر الخامس خلص، نيجي على السابع وبنعمل للشابتر السادس فيديو لحاله. شابتر 7 بيحكي عن الهايبر تنشن، بسيط جدا الشابتر، فيش فيه اي حاجه، كله صفحتين. ايش يعني هايبر تنشن؟ هو بيزيستنت الليفيشن ان بلاد بريشر، الضغط وارتفاع مستمر في ضغط الدم، ارتفاع مستمر في ضغط الدم. السيستول بيكون فوق ال 130 والدايستول فوق ال 90. لكن تحت بقول لي انه سميناه طبعا هذا السايلنت كيلر، الموت الصامت. هو نو ساين وسيمتوم، فيش له اي اعراض، ولكن اعراضه بتظهر لمين؟ السيمتوم تبعته تظهر للكومبليكيشن وليس له. عندنا شوف لقدام، بقول لي هنا انه في الارداد اللي كبار السن بحكي عنهم هايبر تنشن وقت ايش؟ لما يكون السيستول فوق ال 160 والديستول مش مختلف عليه، فوق ال 90 عادي يعني. اذا الناس العاديه وكبار السن الديستول فوق ال 90، اما الناس الشباب او اليانج بيبل العاديين فوق ال 130 بعتبروا هايبر تنشن، اما الارداد اللي بيبل فوق ال 160. بقول لي هنا الهايبر تنشن از ميجر كوز اوف، هي بتسبب لي ايش؟ يعني بتعمل لي، بتسبب اشياء مهمه زي ايه؟ بتعمل لي هارت فيلر، ستروك جلطه، كدني فيلر. تيجي المفروض احلى هي يعني لو كتب لي كومبليكيشن للفروم هايبر تنشن كون احلى من الكوز تبعها، يعني مش واضحه كثير، كنت فكرها انه هم بيعملوا لهم السبب لها. فاذا الميجر كوز او الكومبليكيشن للهايبر تنشن هم هارت ديزيز، هارت فيلر، فشل القلب. لانه اصلا ضغط عالي، هي تعب القلب يعمل لي ايش؟ هايبر تنشن، يعمل لي هارت فيلر. تمام، اثنين الجلطات، الدم هيتخفف بيعمل لي جلطه، ثلاثه الكدني فيلر، هيصل الدم للكلى ويخرب خلايا الكلى، بيعمل لي
وتعملنا بلاد يوري نيتروجين والكلى تعطى. في عندي برايمري وسكندري هايبرتنشن. البرايمري هذا معروف اي مرض في الدنيا اسمه برايمري يعني انون، مش معروف ايش سبب، ايش له سبب، اجى هيك من ربنا انون، فيش له اي سبب، مش عارفين ايش سببه هو، فهذا unknown cause. اما السكندري هو specific cause له اسباب، زي مثلا عنده لينان ديزيز. ليش لينان ديزيز هذه؟ لانه عندها انزيم الدينين هذا تبع الضغط فبعلي الضغط وما الى ذلك. طيب الاورجن ديسفانكشن او بريجنس الحوامل زي حمل ضغط الحوامل يسموه كلامسيا او كلامسيا، تمام، هذا ضغط الحوامل، فمجرد ما يروح السبب بروح الضغط، اذا هذا secondary cause. هو الاغلب بيكون برايمري ناتج عن ولا شيء. تحت بحكي لي هنا انه انا تظهر الاعراض نتيجه حدوث دمج في الانسجه، يعني اذا المريض، في ناس بيحكوا لي انه طب بصير مهدك ترفع الضغط، بقول له طبعا هدك هذا مش ساين للهايبرتنشن، لا هو ساين لمين؟ للكومبليكيشن. لحظه يعني بقول لي انه في ناس بتقول لي انه كيف انه فيش له ساين وسمتم والناس لما بسمع الضغط بسمع صداع، بقول له طيب الصداع هذا مش علامه ارتفاع الضغط، لا هو علامه على الكومبليكيشن، صار عنده دمج في الاعصاب في المش في الخلايا. فاذا تظهر الاعراض للدمج في الانسجه وليس للمرض نفسه. زي ايش دمج في الانسجه؟ الصداع، هذا صار عنده دمج، خلل في الرؤيه، بروتين في البول، صار عنده بعدك تتطور اكثر واكثر، زاد الضغط عنده، نزيف في الدماغ، ستروك فوليوم، جلطه دماغيه، ام اي، انجينا، هارت فيلر، فشل كلوي، بلاد يور نيتروجين، كاردك ابس فجاه. اذا الاعراض تظهر السينوس سيمتوم للكومبليكيشن اوف هايبرتنشن وليس الهايبرتنشن. مهم جدا السؤال، تظهر السينوس سيمتوم للكومبليكيشن اوف هايبرتنشن لاعراضه. اين حكي لي بقول لي هذا مهم السؤال، مين الديسك فاكتور للهايبرتنشن؟ هم السموكينج، الستريس. ليش الستريس؟ عندنا بطل ادرينالين بملي تضييق الاوعيه، السموكينج النيكوتين قلنا، اوبيزيتي السمنه تضغط على الاويه، فيزيكال ان اكتيفيتي، فيش خمول في الجسم، فيش بتحركش الشخص، ديسليبيديمي هذه اعتقد الدهون، دايابيتك ميليتاس، اولد ايج، وفاميلي هيستوري هذه لحالها بتعمل لي ضغط، هو يعني بتحكمش فيه احنا، سبب وراثي. فاذا كل ستريس سموكينج اوبيزيتي هذول كلهم اشياء تعمل لي هايبرتنشن. البث فسيولوجي ما شرحوش الدكتور حكى عنه اي حاجه. بعدك نيجي على انه الكلينيكال مانيفيستيشن، ايش الاعراض؟ ايش اللي بقول لي هن يوجوالي نو سيمبتومز، ايش اي اعراض؟ اذر ذان مين؟ فقط الليفيتد في البلد بريشر، لو انا فحصت له الضغط بلاقيه عالي عنده فقط، هي بدي اعرفها. عشان هيك يفضل انه الناس تضل تقيس الضغط كل فتره معينه عشان حمايه من الكومبليكيشن للضغط. فاذا هو السايلنت كيلر قلنا عنه. نو سيمبتوم اذر ذان مين؟ الليفيتد في البلد بريشر، تمام. السيمتوم سين ريليتد تو اورجان دامج، اذا صار ظهر عندي اعراض هي ظهر عن مين؟ عن الاورجان دامج. سين ليت اند ارت سي، بس هي خطيره متاخره بتظهر وخطيره جدا. زي ايش عندي؟ ريتينال، ريتينال هذه تاعت العين، مشاكل في العين، اخطر شيء في الهايبرتنشن، عنده شفافيه العين تتفجر تنفجر من الضغط، تحملش الدم العالي. طيب في عندنا كمان، انا سمعت محاضره لدكتور في الجامعه الاسلاميه بيقول لي انه لازم تفحص ضغط العين، ضغط العين نفسه مش الضغط عادي، هذا ضغط خاص، ممكن المريض يفقد بصره ومش عارف، بيخف شويه شويه، بسموها الميه الزرقاء على العين اعتقد. فهي هذه مشاكل صعبه، والدكاتره بيعطوها مسكنات كورتيزون عشان يخف الالم والوجع، والمريض بيتعب على الاخر، تمام. رينال دامج، كل عندي هاي بلاد يور نيتروجين، رينال دامج، مايوكارديك ام اي، كارديك هايبر تنشن، ستروك، صداع، هيدك. فالمريض بموت بقول كان معه هايبر تنشن، جلطه سبب هايبرتنشن، ما بكونش عارفين، الكلى خربت عنده وهم مش عارفين، يكون هذا كله اعراض للكلى، هي سمتم الاعراض تبعتها. هنا دايجنوستيك ايفاليويشن فقط اهم شيء عندي، ميجر بلد بريشر، ميجرنج لمين؟ للبلد بريشر. لما نكتشف انه المريض عنده ضغط نعمل له شغلتين، بلاد يور نيتروجين وشست اكس راي. ليش؟ نعمل له بلاد يور نيتروجين نفهم الضغط هذا زمان ولا جديد، يعني هل الكلى تاثرت ولا لا؟ اذا في عنده نيتروجين في البول بكون الكلى تاثرت الله يرحمه. اذا والشست اكس راي ليش؟ عشان حد القلب، هل عنده هيباتوميجالي كارديوميجالي، في القلب تعب من الضغط يعمل له فشل في القلب، فبنعمل له شست اكس راي وبلاد يور نيتروجين. كيف نحدد انه مجموعه ضغط ولا لا؟ نعمل له فحص كل يومين مره في وقت معين لمده اسبوعين او اسبوع، فبعدك بنقول انه معه ضغط المريض. المانجمنت له لايف ستايل مانيفستيشن، بدنا نعدل اللايف ستايل. إذا عدل حياته هي عكس ايش الريسك فاكتور، قلنا هناك التدخين يوقف التدخين، اوبيزيتي يقلل وزنه، قلنا هناك الضغط يبعد عن ضغوطات، فبيقول لي هنا ويت لوس، يقلل يبعد عن الكحول،
يقلل الصوديوم، لانه الصوديوم بذبح الضغط، بذبح الصوديوم، بيعمل فيزيكال اكتيفيتي. هنا قلنا ان اكتيفيتي في الريسك فاكتور، هنا اكتيفيتي. هاي فروت فيجيتابل لو فات دايت، كل انا وين في هاي في ريسك فاكتور بعمل عكسهم. هذا بكون مانجمنت للهايبر تنشن مهمين جدا. بعد قال لي هنا مصطلحين مهمين جدا اللي هم هايبر تنشن كرايسيس، يعني الضغط ازمات، ضغط الازمه، تطور عنده الضغط فوق ال 160. بقول لي عندي مصطلحين هايبر تنشن امرجنسي وارجنسي. لو انا متذكر ايام جراحه واحد قال لنا ايام العمليات ايش انواع العمليات حسب الوقت، في ان امرجنسي وارجنسي. امرجنسي حالا العمليه تتطلب وقت فورا، فيش ولا ثاني بدك توقف عليها، فورا العمليه حالا. اما قال لي الارجنسي ايام بتذكر ان الارجنسي كانت خلال 24 48 ساعه او خلال ساعات اعتقد، مش ذاكر بالضبط. هذه كانت ارجنسي. فين الضغط؟ بقول لي هنا سيتويشن حاله انه الضغط بكون فيها لازم must be lower، لازم ينزل immediately حالا، بدي انا انزل الضغط فورا ما استناش ولا دقيقه. وقت يكون عنده هذا اسمه هايبرتنشن امرجنسي، بكون الضغط عنده فوق ال 120 180 على 120، يعني المريض شبه ميت، شبه مات المريض، تمام، ضغطه عالي جدا، هذا بهدد الحياه. فلما يقول لي انا الضغط 180 120 او اكثر منهم، يكون عنده اسمه هايبرتنشن امرجنسي، فورا بدي انزل الضغط. في مصطلح ثاني بيقول لي ارجنسي، هاي بوتنشال ارجنسي، هذا سيتويشن البلد بشر بده ينزل، ولكن ايش؟ خلال دقائق ساعات، اي في الكتاب دقائق ساعات حكى دقائق، انا يفضل ثواني كمان. ليش؟ كل ما الضغط زاد طول هو مرتفع، كل ما زاد الدمج للانسجه، فكل ما اسرعنا في تنزيله كل ما كان افضل. شكل الدكتور قال لي دقائق، فهو افضل هو يعني ساعات، يعني بتحمل المريض، ولكن كل ما زاد الضغط كل ما زاد الدمج للسيل، فيفضل ثواني مش دقائق. اذا الامرجنسي تكون ناو امديت، طبعا مش صح نزله مره واحده، تمام، ولكن مش نسيبه عالي، فذا بدي نزله خلال دقائق، خلال ساعات او دقائق، نعطي ادويه مثلا الشرايين زي الادلاك وما الى ذلك. فكنا هم يكون الضغط قديش، يعني بدي نزله خلال فتره معينه، كنا اقل من 120، اقل من 180 120. هنا قال لي المانجمنت له، تمام، حكينا الاشياء الثانيه اللي فوق. هنا المانجمنت او الميديكيشن، بقول له انا اي في فازودايليشن موصل الاوعيه، هيدرالازين، هيدرالازين، هذا هيدرالازين زي الابيزولين، هذا مهم، ممتاز الدواء، بستخدمه في الامرجنسي انا. اميديت فازودايليشن اكشن، على طول بوسع الاوعيه، مجرد ما انا اعطيه هذا الدواء الابيزولين بوسع الاوعيه، فممكن يجي في الامتحان. بقول لي ملاحظه، لما اعطيه ابيزولين بدي افحصه الضغط كل شويه، بلاش يعمل لي ايش؟ اكيوت هايبوتنشن وينزل على الاخر. فانا خلصنا مين في الامرجنسي، نجي على مين؟ على الارجنسي، بدي انا اعطيه البيشنت تخلي ايش؟ افحص الضغط كل شويه، اقيم له اذا صار عنده دمج في الاعضاء ولا لا، وشيء عادي. هيك بكون الشابتر السابع خلص، بضل الشابتر السادس نعمل له فيديو ثاني لحاله ان شاء الله، عشان طويل شويه هو. يعطيكم العافيه.